بسبب انه دار ثروه من ورا الدعاره وساهم في الفساد ديال الدوله الام اللي عايش فيها. جا ناس ومن اللي مات حتى شي واحد ما تبعو فيها. ونزيدكم الناس اللي كيعرفوه بداو كيشيروا على الجثه ديالو بالبيض ومطيش. فشكون هو هذا المسخوط اللي تبرأ منه باه وقال لي من انت ولدي؟ ما انا باه ابراهيم الغربي. سمحوا لي ولكن جميع الكتب والمقالات اللي دواو عليه لقبوه باشهر قوات في مصر. كانت في سميتو اكثر من 54 دار اللي خصصها كامله للفساد والدعاره. وكان رئيس شركه خدامه فيها اكثر 400 عاهرة. زاد في 1850 في مصر وسط عائلة لاباس عليها. في ديك الوقت أشهر تجارة كانت هي تجارة العبيد. وباه كان واحد من هاد التجار كيبيع وكيشري في بنادم. التجارة اللي كانت قانونية حيت كانوا كيخلصوا الضريبة للدولة. الأب ديال إبراهيم كان بدا كيعيا وبغى ولده اللي مازال صغير يولي هو الخلاف ديالو. ولكن الأب اللي ولد إبراهيم الولد اللي متدين ومتخلق غادي يكون سبب باش تبدل حياته. ملي بدا كيتعلم معاه البيع والشراء في العبيد صيفطو باه للصفقة للسودان باش يجيب ليه واحد السلعه من العبيد اللي تقداو. دازت واحد المده طويله ابراهيم ما بقاش جات عليه شي اخبار. في ديك الوقت الجيش البريطاني كان مستعمر مصر وابراهيم ملي رجع شافوا الناس مبدل لدرجه كاين منهم اللي نكروا وقال ماشي هو هذا ولد هاد التاجر الكبير. الريحه ديال الرجوله مشات منه وولا لابس الباس ديال البنات كيتعوج في الهضره وكرشو عريانه. عاد زيد الماكياج اللي كان كيدير في وجهه كيزيد ياكد باللي السيد ولا مخنت. هاد الشيء كيعني ان اللوبيات كانوا منذ قرون وقرون وماشي شي حاجه جديده علينا. الاب ديال ابراهيم اللي كان تاجر ومعروف في مصر تبرأ منه باش ما يخسرش الصوره ديالو قدام الناس. وفي اول مشروع ديال الدعاره بدا ابراهيم من ورا مرجع من السودان حل محل ديال الدعاره هيا كيف ما سمعتو وبدا كيقنع العائرات باش يخدموا معاه ويفسدوا مقابل الفلوس. والكليه الاول هما الجنود البريطانيين. ولكن جاء خبر من رئيس الجيش البريطاني اللي شدوا ليه المحل ديالو وحكموا عليه عام في الحبس بتهمه الفساد وحجه انه كيلي الجنود البريطانيين على الخدمه ديالو. السيد ما استسلمش بالاخص من يلقى كل شيء ولا قانوني ملي خرج من الحبس ولا مخنت لدرجه ستار ولا هو كيلبس بحال شي مرا وبنفسه كيستدرج الكليان لمحل الدعاره اللي كان حال. وفي 1890 وصل لشهره كبير اللي خلات العائرات هما يقلبوا عليه ويمشيوا عنده باش يخدموا معاه وخلات الكليان يسولوا على المحل ديالو لدرجه في 1912 وصل لاكثر من 15 محل ديال الدعاره واكثر من 150 عائره اللي خدامه معاه. زيد كان مرونه كيخطف وكيغتصب وكيبزس على شي بلاش باش يخرجوا مع كبار المسؤولين سواء في الجيش البريطاني او في مصر مقابل واحد القدر ديال المال. مات باه ورج من وراه اموال تترعرع. هنا فين زاد الصر وزاد فساد على فساد وفتح قهوة اللي كانت معروفه بالشطيح والرديع وبماء الحياه. عاد زيد رقصه اللي سماوها رقصه البطن اللي هو براسو كان كيشطح قدام الكليان وكرشو عريان. الثروه ديالو بقات كتكبر حتى ولا هاد المخنت معروف وبداو كيلقبوا الناس بالغني صاحب اكبر فساد في التاريخ. لقبته الدوله بملك امبراطوريه البغاء لدرجه البيوت ديالو دار فيهم قانون خاص به. بمجرد ما كيدخل ليه الواحد كيحس براسو في دولة تانية. الملك ديالو هو ابراهيم الغربي داير قوانين خاصة به في الصالح ديالو بوحدو والكليان ديالو وبعيد كل البعد على القانون ديال مصر أم الدنيا. ولكن الأخرى ليه هي واحد البنت اللي كانت عازبة مشات تشكات عند البوليس وعودات ليهم أشنو طرا ليها. تلقات لها واحد المرة وعداتها باش تزوجها ولدها كلات لها عقلها وداتها معها للدار خضراتها حتى غيبات. فاقت البنت لقات راسها مختص وملي حطات شكاية بالمواصفات ديال الناس اللي طلعت معاهم قبل من الحديثة تورطوا فيها ريوس كبار وعصابة اللي كانت المهام ديالهم هي الاختصاص. ومن طبيعه الحال من بين هاد الناس كان ابراهيم الغربي المخنت اللي كان ضمن اللائحه. وهنايا فين تحكم عليه بخمس سنين ديال الحبس وحيت النهايه ديال اي فاسد ما كتكونش مزيانه ما قدرش يكمل هاد المده ومات وسط من الحبس. والجنازه ديالو حتى شي واحد ما شافها لانه كان معروف بالفساد اللي في البلاد. وبمجرد ما لقاو الجثه ديالو بداو كيشيروا عليها بالبيض ومطيش. دابا في نظركم علاش في ديك الوقت سمحوا لي الدوله باش يحل هاد المحلات ديال الدعار؟ واش كان كيخلص لهم الضريبه او لا؟ خلي لنا الراي ديالك في التعليقات. دير لايك وبارطاجي مع اصحابك. دير متابعه للصفحه ومرحبا بك في العائله ديالنا. كان معكم محسن. هذا مكان تهلاو.